مظبوط. التوست عشان نعمله احنا بنجيب نص كيلو من الدقيق، بنجيب 50 جرام من الزبده، يعني طبعا لو هشتغل بالمعلقه هنجيب معلقتين كبار من الزبده، والزبده تكون اللي هي الزبده الصفراء طبعا. بعد كده بنجيب عندي 2 عدد بيض، وبعد كده بنجيب عندي باكو خميره، يعني نص كيلو بياخد 15 جرام من الخميره. انا بقول بالمعلقه وبقول بالجرام، 15 جرام من الخميرة على نص كيلو. بعد كده بحط عندي 20 جرام من السكر، يعني معلقتين كبار من السكر. ده التوست الطري اللي أنا بحكي فيه. بعد كده بحط شوية ملح صغيرين. بعد كده أبدأ اللي أنا أعجن بالحليب، اللبن بس يكون دافي شوية. ببدأ اللي أنا أعجن بالعجينة بتاعتنا وأسيبها ترتاح. بعد ما ترتاح بجيب عندي الفورمة اللي أنا أحط فيها التوست، أحط فيها زيت، ادهنها زيت كويس، ونحط فيها العجينه دي. اهم حاجه الدقه بتاعت العجينه اللي انت تلفيه اكنك بتلف عيش فينو بالظبط، وتسيبيه يخمر، لان ده اهم حاجه في الموضوع. بعد ما يخمر بتدخليه الفرن، طبعا بيبقى عالي الاول عشان يطلع معاكي على درجه حراره 220، وبعد كده بتهدي عليه النار عشان يستوي من جوه.